بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الرابعة من حلقات المعاصر مراجعة نهائية لتالتة ثانوي، ماشيين وبانتظام إن شاء الله بإذن الله هنخلص الكتاب في أسرع وقت ممكن. الحلقة الرابعة هناخد فيها أسئلة الجرامر والخاص بالمضارع التام، درس لذيذ قوي، وهنشرح في الجرامر بقى الموضوع بالتفصيل، وهناخد كل حاجة، والحاجة اللي محتاجة تتوضح هتتوضح بالتفصيل ان شاء الله. فعايزك تكون جاهز معايا بكراستك كشكولك، خلي كشكول كده بتاعنا علشان ده اللي هنكتب فيه النوتس بتاعتنا اول باول. الحلقه الرابعه يعني في 3 حلقات، فلو انت ما شفتش الحلقات اللي فاتت تقدر تنزل في الوصف هتلاقي لينك لبلاي ليست قائمه تشغيل، تقدر تتفرج على الحلقات اللي فاتت وكل الحلقات ان شاء الله اللي جايه باذن الله من نفس قائمه التشغيل. كمان حضرتك لو ما اشتركتش في القناه فيستحسن لو تشترك في القناه، تشرفنا وتنورنا علشان تتابع معانا اول باول كل جديد. وكمان يا ريت لو تعمل لايك وكومنت لان ده بيرفع من ريتش الفيديو علشان يظهر لكل اصحابك ومش انت بس اللي تقدر تشوف. ما تنساش تشير الفيديو وتبلغ كل اصحابك ان احنا شغالين وبنحل مع بعض المعاصر مراجعه نهائيه وبنشرح كل حاجه بالتفصيل. يلا بينا ندخل نحل مع بعض. السؤال الاول بيقول they not each other for a long time. خليني افكر حضرتك ان كلمة for كلمة من الكلمات الدالة على المضارع التام، just already since or for وever ونيفر وسو فار واب تيل ناو، كل دي كلمات تدل على زمن المضارع التام. فبالتالي المضارع التام يعني have او has والتصريف التالي. تقول لي استنى ده الموضوع for a long time الوقت طويل، ما تخليه مضارع تام مستمر. اقول لك لا، لان الفعل النووي يعني يعرف واحد من الافعال التكراريه اللي مش ممكن يجي مستمر، وعلشان كده هنختار have known بس letter A المضارع التام. She not to the market she will be here soon، وهترجع حالا. حلو قوي، هي راحت السوق وهترجع، يبقى هي راحت ورجعت ولا لسه هناك؟ هتقولي لا لسه ما رجعتش لان هي هترجع لسه بعد شويه، يبقى هي راحت ذهبت ولم تعد. حلو قوي، عايزك تحفظ حاجه مهمه قوي، ان بن اللي فيها دبل اي معناها راح ورجع، لان الاثنين اي، واحده راح والثانيه رجع. اما جن اللي فيها اي واحده بس معناها راح بس لسه ما رجعش، فنعتبر ان الاي دي وسيله المواصلات، دبل اي راح ورجع، اي واحده لسه ما رجعش، فبالتالي احنا بنقول هي راحت السوق وهترجع بعد شويه، يبقى ذهبت ولم تعد، يبقى has gone later B هي الإجابة الصحيحة. طبعا كده كده الأزمنة التانية غلط لأن احنا بنتكلم عن مضارع تام لسه ما رجعتش. She not any meetings since she came here. Since واحدة من الكلمات للمضارع التام واللي بيجي بعدها ماضي. خلي بالك اتعود دايما ان since تدل على المضارع التام، يعني قبلها مضارع تام بس بعدها بيبقى فعل ماضي بسيط. يعني انا عايز مضارع تام طيب لما بص كده على الاختيارات هتلاقي الوحيدة اللي مضارع تام hasn't attended، لم تحضر اي اجتماعات since she came here. Have you arrived home? Not. انت فعلا وصلت البيت؟ No, but I will be there in 5 minutes. بس هوصل بعد 5 دقايق. هنا انا محتاج حاجة بتيجي في اخر السؤال، والسؤال هنا مش للدهشة، هنا بسألك انت وصلت ولا لسه؟ لا انا لسه ما وصلتش. يعني انا خلي بالك انا عندي كلمتين ممكن يجي اخر السؤال، يت بتيجي في اخر السؤال لو انا بسألك وصلت ولا لسه فتقول لا ان شاء الله هوصل، ده عادي، ده سؤال عادي. انما ممكن كمان اوريدي تيجي في اخر السؤال لو انا بسألك ومندهش، لو انا مثلا انت اتصلت بيا قلت لي انا جاي مثلا من اسوان بعد شوية، فانا في القاهرة قاعد مستنيك بعد ايه بقى؟ بعد 5 6 10 ساعات، الاقيك بعد 3 4 ساعات قدامي، ايه ده؟ انت وصلت اوريدي؟ يبقى هنا السؤال انا عارف انه وصل، انا مش بسأل عنه وانا معرفش، لا انا متأكد انه وصل بس مندهش. يبقى اوريدي بتيجي اخر السؤال لو انت مندهش، انما يت بتيجي في اخر السؤال لو بتسأل بشكل طبيعي، وزي ما انت شايف السؤال طبيعي جدا. Have you arrived home yet؟ وصلت ولا لسه؟ قال لا ان شاء الله هوصل بعد شوية. This is the third time. استنى التعبير ده، This is the third time ودي أول مرة، This is the first time ودي تاني مرة، This is the second time، دايما بيجي مع زمن المضارع التام وتحديدا مع كلمة ever. افتكر التعبير ده، This is the first time لأول مرة، This is the second time لتاني مرة، This is the third time لتالت مرة، بيجي مع المضارع التام وتحديدا مع كلمة ever. This is the third time I not visited the high dam. دي تالت مرة أزور فيها السد العالي زي ما اتفقت مع حضرتك. Have عشان مضارع تام وever. السؤال رقم 6 بيقول سما not met such a kind man. كلمة such دايما بتيجي مع كلمة never. طول ما such موجودة اتأكد ان في never في الجملة. عظيم جدا. Never مع المضارع التام. حلو قوي. يعني سما has never. Has never اهي مضارع تام ومعها never عشان such. Have you not a swan since you were born? هل انت
مش عارفين بقى زرت أسوان ولا عشت في أسوان. ما هو في الاثنين، يزور يروح ويرجع، أو يعيش يفضل جوه المكان. يروح ويرجع يبقى بين تو، يروح ويقعد جوه المكان ويعيش فيه بين إن. حلو قوي. هنكمل. قال yes I have always lived there. lived there، طول عمري كنت عايش هناك. طيب مستر حاتم من شوية قال لي إن بين تو معناها راح ورجع، وبين إن هنسيبها شوية. gone to معناها راح ولسه هناك، عشان دي فيها ايه واحدة وفيها اتنين ايه. حلو قوي. been in دي معناها راح وقعد جوه المكان. طب انا اختارها امتى؟ اقول لك على سر محدش هيعرفه غيرك. هتختار been in دي لما تلاقي في الجملة since او for. بجد يا مستر؟ يعني طول ما انا عندي since او for انسى بقى been to وانسى gone to وادور على been in وافتكر الكلام ده واحفظه معايا. بتسجل ولا لا؟ اكتب يا سيدي، انا شايفك ما بتكتبش. طلع الكشكول، اكتب، وقف الفيديو بسرعه وروح هات كشكول وتعالى وخليه كده اكتب عليه كشكول مستر حاتم سميكا واكتب لي المعلومه دي. المعلومه بتقول احنا قلنا من شويه بين 2 اللي فيها 2 ايه راح ورجع، وجان 2 اللي فيها ايه واحده راح ولسه ما رجعش. لا انا بقول لك هنا لما تلاقي سينس وفور انسى الاثنين دول واختار بين ان، رحت جوه المكان ده وقعدت جواه سينس يو وير بورن. طيب اي هاف ستارتد ا نيو بزنس، انا بدات بزنس جديد. Not. I hope it is a success. وأتمنى إن شاء الله إنه ينجح. أنا عايز كلمة بتيجي في آخر الجملة المثبتة مع المضارع التام. Already. Already بتيجي في آخر الجملة المثبتة في المضارع التام. السؤال اللي بعده. Has he arrived? Not. إيه ده؟ هو وصل بجد؟ He must have driven extremely fast. ده أكيد كان بيسوق بسرعة قوي. تعجب. Already بتيجي في آخر السؤال تعبيرا عن الدهشة زي ما قلت لك من شوية. I haven't applied for the job. أنا ما قدمتش على الوظيفة حتى الآن. I'm going to apply tomorrow. وإن شاء الله هقدم بكرة. يت بتيجي في آخر الجملة المنفية أو آخر السؤال. هنا جملة منفية فهنكتب يت. أيمن has drunk 5 coffees. أيمن شرب 5 فناجين قهوة. زمن المضارع التام بيجي مع الحاجات اللي بتقبل التكرار. يعني شربت 5 قهوة ممكن أكمل بقى أشرب 6 وأشرب 7، أكمل السادس والسابع. زمن المضارع التام بيجي مع ده، المضارع التام has drunk مع 5 قهوة. المهم شرب حتى الآن 5 قهوة. That's too bad for his health. وده وحش قوي على صحته. كلمة حتى الآن يعني so far، وبالمناسبة so far بتيجي مع زمن المضارع التام، إحدى كلمات المضارع التام بتيجي بمعنى حتى الآن. Not his birth، منذ مولده أيمن has always lived here. أيمن عاش هنا. أنا عايز هنا حاجة تدل على المضارع التام لأن أنا عندي has lived مضارع تام، فأنا مش محتاج لا on ولا when لأن الاثنين دول ما بيجوش مع المضارع التام. أنا محتاج يا إما for يا إما since. طب يا ترى مين فيهم؟ for ولا since؟ قال لك بص، لو الحاجة اللي بعد النقط حاجة غير محسوبة، معرفش احسب مدة غير محددة، معرفش احسب قد ايه بالظبط، اختار سنس. لكن لو مدة محددة اعرف عدها اختار فور. طب منذ مولده اسم مش عارف حصل امتى، ده اسم موعد، اسم يدل على موعد، انا معرفش حصل امتى، المولد ده امتى يا فندم انا معرفش. قال لك بس يبقى ده حاجة غير محددة، معرفش عد، معرفش احسب، يبقى سنس. سمع حد بيقول لي يا سلام طب ما هو عارف ميلاده امتى، انا مالي؟ هو انا اللي بحل ولا هو؟ انا اللي بحل، انت اللي بتحل، انت بتختار بناء على معرفتك، معرفتك انت. انت تعرف هو اتولد امتى؟ لا صح، بس خلاص يبقى سنس لان انا ما اعرفش امتى. سؤال رقم 13. I have made a lot of new friends since I joined this club. انا عملت صداقات كتير من ساعه ما جيت النادي ده وانضميت لي. شايف سنس؟ مش قلت لك من شويه ان بيجي معاها مضارع تام؟ وقلت لك برضو ان بيجي بعدها ماضي بسيط. افتكر المعلومه دي قوي، سينس قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. سينس بيجي بعدها مده غير محدده، ومن الحاجات دي الفعل الماضي. ليه؟ لان من ساعه ما التحقت بالنادي. طب واحنا عارفين هو التحق بالنادي امتى؟ ما الفعل الماضي ده يعتبر زي مولده اللي احنا قلنا عليها من شويه، ما انا ما اعرفش حصل امتى اصلا. عمر كانت تيك بارت ان ذا كومبيتيشن، عمر مش هيعرف يشارك في المنافسه دي. نقط هي هاز بروكن هيز ليج، لانه كسر رجله. عايز اقول لك على معلومه في غايه الاهميه هنا، المفروض اكتب لان اللي هي بيكوز او از او سينس. سينس بالمناسبه بتيجي بمعنى بيكوز، مش دي قصتي قوي، انا خلاص اخترت سينس. اللي عايزك تعرفه ان بيكوز او از او سينس لو جاي قبلها مضارع فاكيد اللي بعدها مضارع تام، ولو جاي قبلها ماضي فاكيد اللي بعدها ماضي تام، والكلام ده جاي في الحلقات اللي جايه.
تاني لو because أو as أو since أو أي كلمة معناها لأن جاي قبلها مضارع فاللي بعدها مضارع تام، ولو جاي قبلها ماضي فاللي بعدها ماضي تام، فلأنه هنا مضارع فعشان كده هنا مضارع تام. المعلومة التانية المهمة اللي عايز أقولها لك إنه المضارع التام بطبيعته هو الحاجة اللي حصلت، المضارع التام اللي هو اللي كسر رجله هي الحاجة اللي حصلت في الماضي وسايبة أثر فعلا. ما هو مش قادر يمشي أهو، ما هو مش قادر يمشي أو مش قادر يشارك في المنافسة، يبقى ده حاجة حصلت وسايبة أثر. معلومتين مهمين على هامش الإجابة اللي هي since. I miss you so much، وحشتني قوي. I haven't seen you not، ما شفتكش منذ عصور. ده تعبير من التعبيرات اللي بتيجي مع for، for ages، وعايزك تبقى حافظ ان for ages. هتقول لي يا سلام طب ما دي ما اعرفش احسبها، اقول لك دي حاله شاذه لازم تحفظها. for ages و for as long as I can remember و for years و for a long time و for a short time، كل الحاجات دي على فكره ما تحسبش بس لازم تبقى حافظها. السؤال اللي بعده I have known him not as long، شوف سبحان الله as long as I can remember، لسه بقول لك حاجه من الحاجات اللي بتيجي مع for بالرغم انها لا تحسب. ليلى not here since her graduation، منذ تخرجها. فاكر لما قلت لك ان since بيجي بعدها اسم يدل على حدث احنا ما نعرفش حصل امتى؟ التخرج انا ما اعرفش حصل امتى، ما حدش يقول لي هي عارفه انا مالي، منذ تخرجها عشان كده قلنا since. 3 years ago، منذ تخرجها من 3 سنين. since كلمه تدل على الماضي البسيط، يقول لي بس استنى ده في اجو، اقول لك انا ماليش دعوه بده، انا ليه علاقه بسنس. سنس هنا بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها ماضي سوري مضارع تام، فيبقى has worked. not did you start to live here، منذ متى او كم المده؟ حلو قوي انت عايش هنا، انا عايز حاجه بتيجي في زمن المضارع التام. لا ليه؟ عشان did. يا خبر ابيض ده انا ما خدتش بالي. لا خد بالك يا باشا، how long لوحدها مضارع تام، for how long مضارع تام، لكن how long ago اللي فيها ago دي هي دي الماضي، يبقى لما الاقي did افتكر كده واقول how long ago. مفيش حاجه اسمها how long since اصلا، فده مش موجود في الدنيا يعني. افتكر ان اذا كان في حاجه بسيطه في البي دي اف كده فيها تشويش بسيط، فانا قلت لك من الحلقات اللي فاتت انك ما تقلقش، الكلام ده هيختفي بدايه من يونت 3 و4 ولغايه الاخر بقى ان شاء الله. يعني انا بس المشكله كانت عندنا في يونت 1 و2 ومش مشكلة كبيرة، احنا الكلام كله باين، بيبقى المشكلة في اخر جملة بس وبنوضحها مش دايما، اخر جملة ومش دايما. طيب رقم 19 not have you lived here، هنا برضو انا بسأل هنا مضارع تام ولا ماضي؟ لا ده مضارع تام، يبقى اكيد مش اولا مبدئيا كده مش اجو، عشان اجو دي بتاعت الماضي، وثانيا مفيش حاجة اسمها since how long، هاو لونج ما بيجيش مع سينس، ولا هاو لونج سينس كده كده مش موجودين، بس في هاو لونج، بس هاو لونج بس بتيجي مع المضارع التام عادي جدا. سؤال رقم 20 بيقول as soon as he not home he is going to shower. عظيمة قوي الجملة دي، ليه؟ لأنها بتأكد لك على قاعدة أنا عايزك تحفظها وتعرفها زي اسمك تمام، إن as soon as هي واي رابط في الدنيا after و as soon as و before و by the time و till و until و once وكل الروابط، لو جه بعدها مضارع والمضارع ده اقصد بيه مضارع بسيط او مضارع تام، اي مضارع، النص التاني من الجمله بيبقى مستقبل ب going to اول عادي، دي قاعده، اي رابط هيجي بعده مضارع يبقى انا عايز النص التاني مستقبل، وبناء عليه ادي الرابط وادي المستقبل، يبقى انا عايز هنا ايه؟ مضارع. فين المضارع؟ has arrived. تقول لي طب ما هو arrive مضارع، اقول لك يا حبيبي هي مفرد، ما ينفعش arrive، كانت تبقى arrives، اوعى تنسى. حامد has reached the deadline not he is really fast، حامد وصل للديدلاين بجد هو سريع. هنا انا عايز كلمه بتيجي في اخر الجمله المثبته في المضارع التام، هي كلمه already، لان already بتيجي في اخر المثبته، yet بتيجي في اخر المنفيه، و ever و never بتيجي في النص مش في الاخر اصلا. not he had already eaten enough he refused to eat anything else، لانه اكل كويس قوي فهو رفض انه ياكل اي حاجه تانية. عايزك تركز في الكلام قلته لك من شويه ويا رب تكون فاكرني، لما قلت لك ان because يعني لان واز يعني لان وسنس يعني لان، الثلاثه دول لو جه قبلهم ماضي هيجي بعدهم ماضي تام، تقول لي ماشي طب وايه علاقه ده بالموضوع؟ هقول لك هنعتبر ان النص ده من الجمله هو النص الاول، تخيل معايا ان احنا نقلناه، هو ينفع؟ he refused رفض to eat anything else، رفض ياكل اي حاجه تانية، وده ماضي، لان هنكتب هنا لان
He had already eaten enough لأنه أكل كفاية. هنا الجزء الأولاني ماضي ولأن في النص وبعدها ماضي تام. ساعتها قلت لك إن لأن لو جه قبلها مضارع بعدها مضارع تام، ولو جه قبلها ماضي بعدها برافو عليك ماضي تام. فأنا عايز كلمة لأن سينس، أنا قلت لك من شوية إن سينس لأن. عظيم جدا. السؤال اللي بعده، رضا not badly injured، رضا أصيب إصابة سيئة. هو أصاب نفسه؟ لا، ده اتصاب مجهول. مبني المجهول، افتكر القاعدة دي وهتيجي طبعا كتير بعدين. المجهول عبارة عن ايه؟ المفعول به في الاول اللي هو رضا يعني الغلبان ده، وبعدين verb to be زائد pp تاني، verb to be زائد pp. verb to be ده بيتغير من كل زمن لزمن، من زمن لزمن. يعني مثلا في المضارع بيبقى is و are، في الماضي بيبقى was و were، مع ازمنة التام بيبقى been بعد have been او has been او had been، مع المستمر بيبقى being، is being و are being و was being و were being. المهم انه في verb to be، مع المستقبل بيبقى be will be. هناخد الكلام ده طبعا في وقته، بس اللي عايز اقول حضرتك ان انا عايز مجهول هنا. المجهول هنا اللي هو ايه؟ اللي هو has been، verb to be، وادي التصريف التالت injured. I not attended three conferences this year. المضارع التام يعبر عن حاجات تقبل التكرار. حضرت ثلاث مؤتمرات وممكن احضر الرابع والخامس والسادس، تقبل التكرار، يبقى مضارع تام. مضارع تام يعني have او has والتصريف التالت. طب attend التصريف التالت، يبقى انا عايز ايه؟ عايز have عشان اي تاخد have. تقول لي مجهول، اقول لك لا، انا اللي حضرت مش اتحضرت، ده مش مجهول. أمير not a charity recently. recently واحدة من كلمات المضارع التام، have أو has والتصريف التالت، يبقى has joined. they not this prize before. they not this prize before. هم كسبوا الجائزة دي قبل كده. they have won ولا has won ولا had won ولا were winning. زي تاخد have مش has، مضارع تام طبعا، هما كسبوا الجائزة قبل كده، فهنا مضارع تام، يبقى هنا زي have won. واحد سمع يقول لي طب ليه ما اخترتش الماضي التام، ليه ما قلتش ماضي تام؟ هقول لك بص، الماضي التام يا جماعة ما يجيش إلا لما يبقى فيه عندي حدثين، واحد أقدم فبيبقى ماضي تام، والتاني أحدث فبيبقى ماضي بسيط، ساعتها اختار الماضي التام. غير كده ابعد عن الماضي التام تماما. فهنا مضارع تام عادي زي have won، وhave طبعا عشان زي جمع. السؤال اللي بعده number 27، 27. عمر not to the school manager three times this month. عمر اتاخد على قط المدير ثلاث مرات الاسبوع ده. تاني، المضارع التام يعبر عن الحاجة اللي بتحصل بشكل متكرر عدد من المرات وتقبل التكرار، يعني اتاخد ثلاث مرات، وعمر شكله اصلا مشاغب، فراح شكله رايح الرابعة والخامسة، لسه في تاني. اهدى عمر شوية، الله يكرمك، بلاش الزحمة اللي انت عاملها دي، يعني اهدى علينا، يعني لو عمر قاعد سمعنا دلوقتي. فيبقى مضارع تام. طب هو اللي اخد نفسه على المدير؟ لا طبعا، لو هو عليه كان هيهرب. هو اخذ مجهول، verb to be زائد pp. طب المجهول في المضارع التام، ما احنا قلنا مضارع تام، has been taken. Yara not her bed since she returned home this afternoon. Since كلمة تدل على المضارع التام، وسنس بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط، وانا قلت لك الكلام ده من شوية. يبقى انا عايز مضارع تام. طب مضارع تام معلوم ولا مجهول؟ قالك هي لم تترك السرير ولا لم تترك؟ لا، لم تترك، مفيش مجهول، يبقى hasn't left عادي، مفيش بنت. He not part in this competition. طبعا حضرتك عارف ان take part على بعضها معناها يشارك. هو شارك في المسابقة دي twice before، مرتين قبل كده، with the third، المرة الثالثة ان شاء الله، will be next year. نفس الفكرة، مرتين، حاجة تقبل التكرار، شارك مرتين والثالثة جاية ان شاء الله. يبقى ده زمن ايه؟ مضارع تام، has او have والتصريف الثالث بس عشان هي، فيبقى has taken. She not lost her pen. That's why she isn't writing. هي فقدت قلمها وعلشان كده مش عارفة تكتب. فكرة المضارع التام ان حاجة حصلت سايبة اثر، فهي فقدت القلم فعشان كده مش عارفة تكتب. طالما الاثر باقي يبقى ده مضارع تام. مضارع تام يعني have او has والتصريف التالت. شي تاخد ايه؟ تاخد has، وادي التصريف التالت lost. He is very hungry. هو جعان قوي. He not eaten nothing since the morning. ما اكلش حاجة من الصبح. since يا عزيزي واحدة من الكلمات الدالة على المضارع التام، have او has والتصريف التالت، وسنس بيجي بعدها مدة غير محددة اللي هو الصبح. حد يعرف الصبح ده من الساعة كام؟ يعني احسبي كده كم ساعة من فضلك. هتقول لي من الصبح، اقول لك ايوه احسب كم ساعة، ما انت مش هتعرف تحسب. يبقى ده سنس بيجي بعدها المدة غير محددة. يبقى انا عايز مضارع تام عشان سنس. عظيم قوي، فيبقى hasn't. تقول لي استنى بس، على فكرة سنس يا مستر بتيجي مع المضارع التام ومع الماضي التام.
بجد؟ اه والله. سنس بتيجي مع المضارع التام والمضارع الماضي التام. تقول لي خلاص يبقى هادنت، اقول لك لا، بتيجي مع الماضي التام لو الجمله من اولها ماضي. لو كانت دي ووز، يا خبر ابيض، المعلومه دي اعتقد ان حضرتك اول مره تسمعها. اكتب يا عم، يا عم بتكتب ولا ما بتكتبش؟ وقف الفيديو اكتب تاني. سنس ممكن تيجي مع المضارع التام ومع الماضي التام، بس امتى ده وامتى ده؟ لو جت من اول الجملة مضارع يبقى اكيد مضارع تام، لو جت من اول الجملة ماضي يبقى اكيد ماضي تام. معلومة مهمة قوي ولازم تعرفها. كده كده طبعا بيجي بعدها مدة غير محددة او ماضي بسيط. Because I not my leg، لاني كسرت رجلي، I can't take part in tomorrow's match marathon، مش هعرف اشارك في الماراثون بتاع بكرة. حلو قوي. هنا حدث تم في الماضي ترك اثرا، انه مش قادر يشارك، فانا عايز مضارع تام، لانه طالما ترك اثر يبقى مضارع تام. المضارع التام بيبقى هاف او هاز والتصريف الثالث، بس اي تاخد ايه؟ تاخد هاف، يبقى اي هاف بروكن. افكرك بحاجه، بيكوز بيجي بعدها مضارع تام لو قبلها مضارع. تقول لي يا مستر فين المضارع اللي قبلها؟ اقول لك يا فندم ما هو اي كانت تيك بارت ان، دي هعتبرها هي في الاول خالص، واقول انا مش قادر اشارك في المسابقه او في الماراثون بيكوز، يبقى كده انا مش قادر اشارك اصبحت في الاول وكانها في الاول، يعني لاني اي هاف broken ماي ليج. والمضارع التام دايما هو الحاجه اللي سايبه اثر، زي ما اتفقنا انا وحضرتك. هي نوت تو ذا بيتش، هيز سكين لوكس دارك، راح الشاطئ شكل كده جلده لوكس دارك يبدو غامقا. يبقى هو راح ورجع ولا لسه هناك؟ ما هو لو لسه هناك ما كناش شفنا وشه الغامق ده، مش كده؟ يبقى هو راح ورجع، ذهب وعاد، يبقى بين اللي فيها 2 اي، افتكر 2 اي براح ورجع، اي واحدة يبقى لسه هناك، يبقى هو راح ولسه ما رجعش. طيب هنا راح الراجل راح ورجع، يبقى هاز بن، هي هاز بن، اكيد طبعا مش جن، وكده كده واز جوينج بره الموضوع عشان ده سايب اثر. المضارع تام، تقول لي فين الاثر؟ اقول لك يا عم وشه ده مش اثر، المضارع التام هو الحاجة اللي حصلت في الماضي وتركت اثرا. الجملة رقم 34، استنى اهو، جملة رقم 34، Have you not been to the zoo؟ Have you not been to the zoo؟ أنا عايز كلمة بتيجي في السؤال قبل التصريف الثالث عشان تسألني عن الخبرات. آه ever، ever بتيجي في السؤال قبل التصريف الثالث عشان تسألك عن خبراتك السابقة. عمرك عملت كده قبل كده؟ عمرك عملت كذا قبل كده؟ يبقى ever بتيجي في التصريف قبل التصريف الثالث في السؤال. The goods، البضائع، not yet، هي البضائع بتسلم نفسها؟ لا بتتسلم. يبقى انا عايز مجهول اللي هو فيه بن، ايوه انا محتاج بن، عشان المجهول عباره عن فيرب تو بي زي 8 بي بي، يبقى انا محتاج مجهول. يبقى مبدئيا اللي ما فيهوش فيرب تو بي زي 8 بي بي هطلعه بره. بعد اذنك يا برنس، بره يالا، واتبقى لي هاف بن ديليفرد، اتسلمت ولا هافنت بن ديليفرد؟ استنى، يت بتيجي في اخر الجمله منفيه، يبقى لم تسلم، هافنت بن ديليفرد. السؤال رقم 36، I not sent 10 emails so far، تاني 10 ايميلات حتى الان. خد بالك حاجه حصلت بشكل متكرر وتقبل التكرار، حتى الان بعت 10 ايميلات. I will send، وهبعت كمان 10 more after the lunch break، بعد اللانش بريك، بعد الغداء ان شاء الله هبعت 10 كمان. يبقى ده زمن ايه يا رجاله؟ زمن مضارع تام، هاف او هاز والتصريف الثالث، يبقى اي هاف سنت، بعت وهبعت، بعت 10 ولسه هبعت كمان 10. بالشكل ده نبقى خلصنا حلقه النهارده. اتمنى تكون فهمت وكتبت. حلقات الجرامر ما بتتفوتش، بنشرح كل تفصيله. روح بسرعه قول لاصحابك، هات اصحابك معانا هنا، لانه بجد احنا هنشرح كل حاجه تفصيلا، وتكتب معايا اول باول وتركز قوي. ولو لسه ما اشتركتش في القناه هتشترك وتعمل كومنت. يا رب لو فهمت الحلقه بتاعت النهارده تقول لنا وتبلغنا وتفرحنا انك فاهم كويس، تقول لنا ان انا تمام، انا مستر فهمت القاعده دي او الحته دي انا ما كنتش فاهمها. عرفني دايما في الكومنت. بحبكم، بحبكم جدا جدا في الله، واشوفكم دايما على خير. الى اللقاء.